بونسوار البنات، ان شاء الله تكونوا بخير. انا الحمد لله. الوغ جبت صباطي الشباب هذا تاع العراس، مي مالوغوزمون لقيت هذيك الجلده اللي تجي في الطالون نحيا طايره كامل. قعدت نخمم كيفاش ندير باش نديها عند الكوردوني نعاود نديرها لي. شوفوا شحال شباب صباطي يبرق بزاف، الله يبارك. من بعد رحت باش نفطر، درت طعام بالبيض المغلي والدجاج، او كان يسنى في ياقوت جماعة باش نروح نغسلهم. والعشاء درت العدس، على عدس مليح على جال الحديد، انا يلزمني الحديد. كي كنت بالجوف كان تعطيني طبيب الحديد من مور ما ولد. من بعد راح باش نشرب لا تيزان، راني نشربها وقت الفطور ووقت العشاء. ومع الصباح نط شويه بكري، قلت نقرا الكتاب، راني نقراه مع الصباح. راح درت لا تواليت لايلين، لبست لها تاع بابا نويل، جاتها ذهب الله يبارك عليها خموس، ورحت للشغل. يرحبوا فيك يا مصبور. وشريت هاد الشيكولا اللي ماشي كامل بنينه، او ماي جاد امونجابل. الوغ قلت نرحيها ونديرها بنيون، وحبيت البنيون تاعي يكون صحي، درت له هاد المسمنه وفيها لي فيتامين تاني، وزدت دخلت معها واحد ربع حبات كروكي اللي عطيتهم لي ماما، قلت هايا نسيت نكملهم معاهم، ودرت لهم نوات كوكو. انا نحب بزاف نوات كوكو. كيما كملت رحت قريت الكتاب تاع محاط بالحمقى، اوفا كملتو هكذا باش نروح نقرا كتابات واحد اخرين. نقيمو 5/10 باسكو في الاول كان بزاف شباب وعجبني بزاف، ومن بعد مع الاخر بداو يخلطو. وهذه في النهار اللي موراها، كيما نط مع الصباح غسلت وجهي ودرت مع ورد، وبلا ما ننسى لا كريم هيدراتون. سورتو سورتو في سورتو في هاد الشتاء، انا في الشتاء لازم ندير لا كريم باسكو يخرج لي دي فوا هذاك الصر هكا ابيض شغل وجهي ينشف. ولي ما يشم تابعتني على انستغرام يا اختي راكي طراتي، عندي فيديو لحق لي 70 مليون مشاهده، انا اللي راني الاولى في الجزائر. ايه علاش راني نسيتي على انستغرام؟ باسكو دي فوا نكون مشغوله، ومن الفوق راح نبدا الخدمه تاعي وراح نكون مشغوله اكثر مع ايلين. الوغ كي نكون مشغوله ما نحط لكمش فيديو، نحط لكم لي ستوري واش راني ندير، وين راحت، وين جيت، وين يعني بالثانيه في وقتها. تاو.